القرار اللي صدر عنده حوالي ساعتين من طرف رئيس الجمهورية فيما يخص ولاية البوليدة، يعني كل إقليم تاع الولاية راح يكون حجر صحي وراح يكون حظر التجول على مستوى الولاية 24 ساعة. هذا شيء إيجابي لتفادي هذه الأخطار من هذا الوباء تاع الكورونا. والله بكل صراحة هذا الخبر كنا ننتظره فيه، يعني نظرا للوضعية والتطورات الجارية على الساحة هنايا، وهي آخر الإحصائيات حسب ما رانا نشوفوا، يعني ولاية البليدة هي راهي الأولى، وإحنا هنا كمواطنين خاصة في ولاية البليدة إحنا نرحبوا بهذا القرار، وهذا حفاظا على الأرواح على العائلات. الحمد لله الناس بدات توعى، بدات دير في راسها كيما تشوف هنا هم العباد كاع في ديارهم قد دخلوا، راهي حمله تاع التنظيف تاع التعقيم تاع كلش، وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يجيبها، وان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء هذا، وان شاء الله لازم تكون واعيه اكثر واكثر.